خطأ مرة أخرى الفحلي يعني كان بالذي سيقوم به، ولكن شاهد الحارس كيف انقض بشكل جيد على هذه انقض بشكل جيد على هذه المحاولة وتصدى بشكل رائع. سنتابع الآن مرة أخرى هجمة لفريق نهضة بركان، والهدف الثاني علي العيري. يمكن أقول بأن فريق اتحاد بني كردان سيبقى مدين للحارس. نتابع، كرة كانت صعبة صعبة لأنه ارتطمت بالأرض قبل أن يتدخل الحارس، ومثل هذه الكرات هي لم تكن قوية ولكن ارتطمت بالأرض، ومثل هذه الكرات تكون صعبة للغاية. الفحلي أعتقد كان في موقف تسلل، الفحلي كان حابب أن يوقع الهدف الثاني الشخصي له خلال هذه